السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. خلدت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية ذكرى اليوم العالمي للفرانكفونية الذي يصادف 20 مارس من كل سنة. التخليد شارك فيه عدد من الكتاب والأساتذة الجامعيين الفرانكفونيين تحدثوا عن واقع اللغة الفرنسية في موريتانيا. نظمت المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل حملة تنظيف بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية. وتقول المنظمة الشبابية إن حملة التنظيف تأتي ضمن سلسلة نشاطات تطوعية دابت المنظمة على تنظيمها بشكل سنوي. نظم منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة ندوة بنواكشوط حول المحضرة ودورها في استقرار المجتمع ونهضته. ودعا المنتدى إلى توجيه الجهود التطويرية نحو الفاعلية والكفاءة دون القضاء على الأسس الجوهرية للنظام المحضري. يستعد منتخب المرابطون الأول لخوض مباراة الذهاب أمام نظيره الغامبي في 25 من الشهر الجاري بالعاصمة نواكشوط. وقد أعلن المدرب كورنتان مارتينز خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة بنواكشوط عن تشكيلته لخوض المباراة المرتقبة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.